الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: دخلت المسجد فأديت الفريضة مع الجماعة، ثم خرجت ولم أجد أحذيتي، فانتظرت قليلا لعلي أجدها، فأخذت ما يشبه تلك الأحذية فانصرفت، أفيدوني عن فعلي هذا؟ هذا غلط، لأنك يعني أخذت مال غيرك، أخذت مال غيرك فلا يجوزها، أخذة نعالك خلف الله عليك، لا تأخذ نعال أحد ما لم يأخذ نعالك، لا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت أخطأت في هذا. وإن كنت تعرف صاحب النعال فتخلص معه، إما تعطيه قيمتها أو تردها عليه أو تستسمح منه. أما إذا كان ما تعرف صاحب النعلين ولهن قيمة، فإنك تثمنهن وتصدق بثمنهن، تثمنهن تصدق بقيمتهن على نية الأجر لصاحبهن الذي لا تعرفه. نعم.